يا شيخ، إذا الواحد يعني صلى وصام وأدى الدين، بس بنفس الوقت يعني فعل ذنوب كثيرة، يعني يا سيدي، هل يعتبر نفاق؟ لا، هذا الشيطان اللي يريده. الشيطان يريد أن يقنعك أنك من المنافقين. الصحابة أذنبوا وتابوا، من الصحابة من زنى وتاب، والنبي صحابية غامدية زنت وقال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم، ومن الصحابي من سرق وتاب، ومنهم من عذب كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم إنها تحرق عليه الآن، قال صلى الله عليه وسلم. ومن يعني الصحابة هل تقبل يا شيخ، هل تقبل طالما أنت صلاة الزاني أو الآكل الربا؟ أو يا أخي تقبل صلاته، كل شيء يقبل منه، حتى لو كان زان، لو كان عربيدا ويصلي، هذا بينه وبين الله القبول. أنت تحسب إحنا المشايخ الدين المطاوعة مقبولة صلاته؟ الله أعلم. إن الرجل لا يأتي فترفع صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها، ما نعرف. القبول بالله ليس يعني عندنا. لا يعتبر نفاق. يا سيدي، النفاق يعني مسألة النفاق أن تبطن الإيمان، أن تبطن الكفر وتظهر الإيمان. أنت مؤمن بالله، انسى النفاق الاجتماعي. هذا النفاق الاجتماعي أنا ضد هذا المصطلح، في عندي تحفظ كثير عليه. النفاق الاجتماعي لا أريد أن أتطرق له، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه أقوام، قال رسول الله نذنب، قال يكتب عليكم، انتم يغفر لكم. قال نذنب، قال يكتب عليكم، قال نتوب، قال يغفر لكم. ثم قال إن الله لا يمل، الله ما يمل من توبتكم. فلا يأتي الشيطان، أنت شوفك تذنب وتوب، تذنب وتوب، فيأتيك الشيطان يقول لك أنت منافق، فتقول هي أنا منافق ما راح أتوب. هذا الشيطان اللي يريده. علي شيخ، استفسار سريع. عندي استفسار سريع بس. يلا. كيف يستطيع ملك الموت يعني أخذ روح أكثر من شخص؟ هذا أمره وعلمه عند الله. جاء في الأثر أن ملك الموت الأرض بيده كالتمرة بكف أحدكم. علمت؟ أثر إن كان صحيحا أو ضعيفا الله أعلم، لكن الأرض بيده يعني عند يده، وقيل عند قدمه، كحبة التمر بيد أحدكم. أثر هو. علمت؟ فهذا أمر إلهي ما نعلم، والله أعلم. ماشي يا شيخ. نعم، شكرا شكرا لك يا شيخ. أهلا وسهلا.